يخص الطبيب بالرغم من فرض آداب المهنة بشروط اختارته من بين شرائح المجتمع وأودعت لديه كل ما هو مقدس كحياة المريض بكل ما يملك من أحاسيس وأسرار وخفايا يضعها بين يدي الطبيب وضميره، والذي يفترض أن يكون أهلا لهذه المسؤولية ثقيلة، ولهذه الأسباب وغيرها سميت بأخلاقيات أو آداب المهنة. فالمحاسب على أخطاء الطبيب هو ضميره وأخلاقه قبل القانون. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا. للحديث اكثر عن هذا الموضوع يسعدني ان ارحب بالدكتور فواز الصالح، الاستاذ في قسم القانون الخاص في كليه الحقوق بجامعه دمشق. اهلا وسهلا في الدكتور. اهلا وسهلا بكم. بدايه دكتور، اكيد نحن تعرضنا لزلزال، يعني كل الرحمه للضحايا والشفاء العاجل بالنسبه للجرحى والمصابين. هذا الامر فرض واقع الا وهو طب الطوارئ. ما المقصود بطب الطوارئ؟ أسعد الله مساءكم، الرحمة لأرواح شهداء هذه الكارثة الطبيعية والشفاء العاجل للجرحى. في الحقيقة هذا طب الطوارئ هو تخصص من اختصاصات أو من تخصصات الطب، وهذا الاختصاص موجود منذ زمن بعيد وليس يعني هو وليد اليوم أو وليد الحاجة. هذا الاختصاص في الحقيقة هو يعالج الحالات الطارئة إن كانت حالات فردية أو كانت حالات جماعية، ويتضمن بشكل أساسي تقديم الإسعافات الأولية لمن يحتاجها على أرض الواقع، إلى أن يتم تأمين نقل المريض أو المصاب إلى أقرب مركز طبي لحتى يتم معالجته. فضمن هذا الاختصاص في الحقيقة ممكن يكون هناك اختصاص عظمية، ممكن يكون هناك اختصاص قلبية، ممكن يكون هناك اختصاصات أخرى متنوعة ضمنه. طيب دكتور، جغرافيا يعني هل الجغرافيا تفرض اختصاصات معينة، أو حتى الكوارث التي ممكن أو احتمال أن تحدث في مناطق معينة تفرض اختصاصات معينة؟ أكيد ممكن الجغرافيا المكان تفرض اختصاصات معينة. مثلا نحن نعلم بأنه اليابان أكثر الدول العالم تعرضا للزلازل، وأكثر الإصابات بالزلازل نعرف كسور وما كسور عظمية، وبالتالي هناك اهتمام كبير باليابان مثلا باختصاص طب الطوارئ. فكل منطقة معينة أو كل بلد معين يكون معرض لنوع معين من الأزمات، ممكن يكون في اهتمام باختصاص من هذه الاختصاصات التي أو تتضمنها اختصاص طب الطوارئ. طيب دكتور، بالنسبة لطبيب الطوارئ هل يحق له فتح عيادة مثلا أو ممارسة حياته الطبيعية مثله مثل أي طبيب؟ بالطبع، طالما قلنا أنه هذا الاختصاص ممكن أن يشمل مثلا اختصاص عظمية، فقولا واحدا الطبيب يمكن أن يكون عنده عيادة خاصة به، ويمكن أن يكون في الوقت ذاته يعمل في مشفى خاص أو مشفى عمومي، ويكون من ضمن نطاق فريق الطب الطوارئ. كذلك الحال بالنسبة لطبيب القلبية وأطباء آخرين ضمن هذا الإطار. الاختصاص الوحيد اللي حسب القوانين الناظمة للطب في سوريا لا يمكن أن يكون له عيادة خاصة هو اختصاص التخدير، فطبيب التخدير لا يمكن أن يكون له عيادة خاصة. طيب بالنسبة لطب الطوارئ يعني بهي الجزئية بالذات، يعني هو بينتمي لفريق طوارئ بيكون هو طبيب عادي ممكن أو بأي اختصاص ينتمي لفريق طوارئ؟ هو في عيادته الخاصة هو له اختصاصه عظمية، اختصاصه قلبية اللي هو ضمن نطاق المشفى الذي يعمل به، يمكن أن يكون ضمن إطار فريق معين اللي هو فريق طب الطوارئ. بالنسبة طبيب الطوارئ أو طب الطوارئ بشكل عام، هل نعاني نقص نحن هنا في البلاد في سوريا من هذا؟ أكيد في الواقع هناك نقص، وهذا ما لفت انتباه خاصة وزارة التعليم العالي وأكيد وزارة الصحة، لأنه هاتان الجهتان هما إضافة إلى جهات أخرى يعني بس الجهتان المعنيتان بشكل أساسي بمجال الطب في هذا الإطار. فخاصة وزارة التعليم العالي منذ سنوات قليلة في الحقيقة وضعت شروط خاصة لحتى تشجع الطلاب الطب الخريجين الجدد على الإقبال على هذا الاختصاص. يعني أكيد في هناك مزايا من حطتها الوزارات لحتى الأطباء يتجهوا بهذا الاتجاه اللي نحن بحاجته أكيد من بعد الأزمة اللي نحن مرينا فيها. طيب دكتور، ما هي آداب مهنة الطب
المرتبطة بالقانون؟ في الواقع آداب مهنة الطب هي تتضمن نوعين أو أكثر من القواعد. هذه القواعد أولا تحدد علاقة الطبيب مع المريض، وثم تحدد علاقة الطبيب مع زملائه الأطباء، وتحدد علاقة الطبيب إن كان يعمل في مشفى مثلا أو في أماكن أخرى مع المرؤوسين بهذا الإطار. نحن في سوريا المؤتمر العام لنقابة الأطباء بعام 1976 اعتمدت هذا من اختصاصها من خلال قانون التنظيم النقابي نظام لواجبات الطبيب وآداب المهنة، ووفق القانون فإن قرارات المؤتمر العام لا تعد نافذة إلا إذا تم تصديقها من وزير الصحة، ووزير الصحة صادق على هذا النظام بعام 1978. فمنذ عام 1978 هناك نظام يتضمن هذه الآداب ويحدد واجبات الطبيب. واجباته متشعبة طبعاً، اتجاه المرؤوس والمشفى وعلاقاته طبعاً والمرضى. واجبات وحقوق، وليس أكيد في حقوق لازم نركز على الواجبات، وقولاً واحداً هناك الواجب يقابله حق، فالطبيب له حقوق أيضاً. كما قلت هذه الواجبات متفرعة في العلاقات شاقوليا وأفقيا خلينا نقول، وعاموديا أيضا بهالحالة، هي على قواعد تحكم علاقته مع المريض، قواعد تحكم علاقة الطبيب مع زملائه في المهنة، وقواعد تحكم علاقته مع مرؤوسيه في العمل. دكتور، قديش مهم تكون مهنة الطب بشكل عام مهنة إنسانية، وإمتى فينا نقول أنه تحولت لمهنة تجارية؟ يعني ليس أن تكون مهمة، هي مهنة إنسانية، ليست أن تكون مهنة إنسانية، وإنما بالأساس هي مهنة إنسانية. القانون يعني بعض الأطباء يجيروها إلى القانون يعرفها بأنها مهنة علمية إنسانية، فمهنة الطب هي مهنة إنسانية في الأساس. هلأ يعني قد تكون هناك ممارسات، ولكن أعتقد يعني في الحدود الدنيا ممكن أن تؤدي إلى هذا الجانب، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطغى الجانب التجاري على الجانب الإنساني والجانب العلمي لهذه المهنة الإنسانية. طب دكتور، هل هناك ضوابط بالقانون يعني بتكفل ذلك، يعني أنه ما تتحول؟ قولا واحدا، هناك ضوابط في القانون، يعني أعتقد سوف نتحدث عن هذه لاحق القوانين بعض هناك كما قلت قبل قليل، هناك واجبات مفروضة على الطبيب، هناك جهات الطبيب مسؤول أمامه فيما إذا خالف هذه القواعد، هناك مسؤوليات تترتب على الطبيب فيما إذا خالف هذه القواعد، هناك نواظم معينة تضعها الجهة المعنية وهي غالبا تكون وزارة الصحة، يجب على الطبيب أن يتقيد بها. طيب دكتور، كيف يعني لازم تكون العلاقة بين الطبيب والمجتمع المحيط بحالة الكوارث؟ الطبيب هو إنسان في هذا المجتمع، يعني كعلاقة أي مواطن بمجتمعه، إضافة يعني اللي يعني الجانب الإضافي عند الطبيب إنه هو في صفة اللي هو منقذ لأرواح ضحايا الكوارث يلي بتصير، وبالتالي قولا واحدا يعني يتوجب على الطبيب بذل كل الجهود في سبيل تحقيق هذه الغاية. طبعا هذا السؤال كمان كررناه على العالم بشرائحها في الشارع، نزلت الزميلة رهف حسنة وأجرت الاستطلاع التالي، نتابع مشاهدينا. برأيك كيف لازم تكون علاقة الطبيب بالمجتمع أثناء الكوارث؟ طبعا لازم تكون يعني أخلاق، طبعا الأخلاق أهم كل شيء، يعني لأنه هلأ إحنا بوضع يعني كتير صعب،
لازم تكون رحمة وتعاطف ومودة وياخذ بيده باتجاه الأحسن والأفضل بحيث يطمن نفسه أنه على يده إن شاء الله ويد الله بيشفى بيطيب. هيك لازم تكون العلاقة ما بين الطبيب وأي واحد بالمجتمع. يعني لازم يتعامل بإنسانية وينسى موضوع المال نهائيا. لازم تكون طيبة قبل كل شيء، ولازم يكون الإنسان يعني إنساني، يعني يكون إنساني بمعنى الكلمة لحتى يقدم شيء للمجتمع، ويكون طبيب عنده بذرة الخير موجودة فيه، ويسعى وينتج لهالعالم هي أو يصلح بين العالم. وبتمنى أنه يعني كل طبيب بهالبلد يكون عنده الحس الوطني. هي سؤال بديهي، لازم يكون إنساني، أهم شيء الإنسانية، مو بس الطبيب، كل المجتمعات كل فرد بالمجتمع لازم يكون إنساني، مو بس الطبيب. أي إنسان لازم يساعد أخو الإنسان بهيك ظروف، ولا تعرضت له زورية في هذه الأثناء يعني شيء لا يصدق. ليس على الطبيب فقط، كل المجتمع وكل الأصدقاء وكل الأخوة وكل الأقارب والجيران يجب أن يكونوا إيد واحدة في هذا المصاب الأليم. طبعا مثل ما شفنا دكتور، الكل متفق على انه مهنه الطب بشكل عام هي مهنه انسانيه، جانب انساني كامل بالنسبه للطبيب. طيب دكتور، في حالات الازمات مثلا الزلازل او حي كوارث الطبيعيه او حتى اي كارثه حلت بالبلاد، هل هناك قانون يلزم الطبيب العادي او حتى بالمشاركه، ولا هي دافع انساني من مجهود شخصي للطبيب؟ لا، ما في قانون. نحن عندنا على الاقل ما في قانون يلزم الطبيب بال بممارسة يعني طب الطوارئ انه تقديم الهي، ولكن في جهات هي معنية عن هذا الامر. اضافة الى انه في هالحالات هي المشافي، حتى المشافي الخاصة يعني هي ملزمة انه تقبل الحالات الاسعافية بدون اي اجراء مسبق، حتى الخاصة المشافي هو اللي حنتكلم عنها لاحقا في كل دول العالم هذا الموضوع. دكتور، شو هو المقصود بالخطأ الطبي؟ في الحقيقة حتى نبسط هذا الموضوع، خلينا نقول بأي مهنة، مهنة الطب، مهنة المحاماة، مهنة الهندسة، أي مهنة، في قواعد وفي أصول للمهنة. في قواعد وفي أصول للمهنة. طبعا الخطأ هو عدم مراعاة هذه القواعد. تمام، إذن الطب في له قواعد وفي له أصول. الخطأ الطبي هو عدم مراعاة هذه القواعد وهذه الأصول المتفق عليها في الوسط الطبي. مثال بسيط لحتى نقول أنه والله هذا خطأ طبي، أي عمل جراحي يستدعي قبل أن يقوم الطبيب بالعمل الجراحي إجراء تحاليل، ومنها إجراء تحليل الزمرة الدموية. طبعاً. فأي طبيب يقوم بعمل جراحي من دون أن يجري هذه التحاليل يكون قد أخطأ، هذا خطأ طبي. وبالعمليات، بالنسبة للعمليات في انتشرت بالآونة الأخيرة أنه في أخطاء طبية بتؤدي مثلا فقدان حياة شخص معين وهو تحت العملية. كمان هلا العمليات إلى قواعد معينة، مثلا نجي على التخدير له قواعد معينة، نسبة يعني جرعة المخدر تتوقف على أمور معينة، لازم الفريق الطبي يراعي هالأمور هي. فإذا ما راعى هذه الأمور يكون قد وقع في خطأ طبي. مسألة التعقيم، مسألة إجراء العمل الجراحي بحد ذاته، كيفية إجراء العمل، نحن هون بمجال العمل الطبي، نحن بمجال هو مجال فني، ومن ثم عندما يصل الأمر إلى القضاء لا يستطيع أن يبت في هذا الإشكال دون أن يلجأ إلى أهل الفن. بمعنى أنه إذا مريض اشتكى أنه طبيب ارتكب خطأ طبي في إجراء عمل جراحي أو في معالجة، القاضي لا يستطيع أن يحكم من تلقاء ذاته أنه أخطأ أو لا. لماذا؟ لأنه الأمر يتعلق بأمر فني هو بعيد عن اختصاص القاضي. لذلك يتوجب على القاضي في هذه الحالة أن يلجأ إلى خبرة طبية لحتى يحدد
انه هل فعلا الطبيب وقع في خطأ ام لم يقع في خطأ؟ هاي النقطة بالذات دكتور في يعني ممكن يكون في تقصير وممكن يكون حالة انسانية شعر يعني بالنهاية الطبيب انسان معرض لانه يخطئ باي مجال، بس يمكن الناس بتضوي لهذه النقطة معينة انه الخطأ الطبي هو كارثة، اما اخطاء بالاقسام الثانية بشغلات ثانية غير الطب غير كذا اكيد، لانه الخطأ الطبي يقع على الانسان طبعا، فممكن ان يؤدي الى الوفاة، ممكن ان يؤدي الى عاهة دائمة، ممكن ان يؤدي الى تشوه، ممكن ان يؤدي، وبالتالي إذا صار هناك خطأ فالنتيجة واضحة. لذلك يعني في تسليط ضوء على مثل هذه الأخطاء. طيب دكتور قانونيا ما هو الفرق بين الإهمال والمضاعفات؟ في الواقع الخطأ الإهمال هو نوع من أنواع الخطأ، تمام، هو نوع من أنواع الخطأ الطبي، وبالتالي عندما يكون هناك إهمال فمن يرتكب هذا الإهمال يسأل عنه قانونا حسب درجة هذا الإهمال أو حسب توصيف هذا الإهمال. أما المضاعفات فهي نتائج قد تترتب على العمل الطبي. لذلك في الواقع في الأونة الأخيرة تم تسليط الضوء في كثير من الدول على التزام لم يكن كان معروفا ولكن لم يكن معروفا بهذه الأهمية، وهو التزام الطبيب بإعلام المريض عن بإعلامه عن وضعه الصحي، التزام بالعلام، المصريين بيقولوا الالتزام بالتبصير بتكت بصره او بالتنوير بتكت نوره، تمام. هلا بسموه معنا انه لازم ما نحكي هذا بالعلام، لا لازم نحكي، لا لازم، هو التزامه اذا خالفه بيسأل عنه مسؤوليه. اهم شيء بالعمل الطبي ان يتم، وخاصه العمل الجراحي والمعالجه بشكل عام، ان يتم هذا العمل بناء على موافقه المريض. فإذا لم يحصل الطبيب على موافقة المريض لا يستطيع أن يقوم بالعمل الطبي عندما يكون المريض واعيا وعندما يكون راشدا بالغ السن القانونية. لذلك لا يستطيع الطبيب أن يقوم بأي عمل إلا بموافقة الطبيب، لأن هناك مسؤولية، وهذه الموافقة لها صفة موصوفة، هي يجب أن تكون الموافقة مستنيرة. ما معنى مستنيرة؟ معنى مستنيرة أن الموافقة يجب أن تصدر بناء على معلومات أعطاها الطبيب للمريض. المريض بحاجة إلى عملية، بحيثيات العملية كمان، وبلغة مبسطة ليس بلغة طبية. هي المعلومات تتضمن أنه خطورة العمل، نسبة النجاح، شو ممكن ينجم عن العمل، تمام. أحيانا هالعملية هي بتأدي بنسبة واحد بالألف، واحد بالألف إلى هي مضاعفة، وبالتالي إذا حصلت في هذه الحالة اللي هي واحد بالألف خلينا نقول، الطبيب لا يسأل عنها طالما أنه أعلم المريض بها أنه قد يترتب على هذا العمل مثل هذا الأمر. فهذه المضاعفات لا يسأل، هي من نتيجة العمل الطبي، هي نتيجة تترتب على العمل الطبي وإن كانت نسبة وقوعها ضئيلة جدا. موجودة عنا بالبلد دكتور، هي ملزم فيها كل الأطباء طبعًا وحتى طبعًا المشافي طبعًا. حتى يكون يعني بشكل عام نحن إذا نفسر للمشاهدين، يكون المريض على بينة اللي ما سيحدث يعني على أثره بياخذ القرار اللي هو المناسب، بياخذ القرار المناسب، بيعمل عمل جراحي ولا ما يعمل عمل جراحي، يتبع هذا العلاج ولا يتبع هذا العلاج. وبالتالي يجب على الطبيب إعلام المريض بوضعه الصحي. هلا دكتور بالنسبة لهذا لواجب مثلا الطبيب، هل المريض هل عليه واجب مثلا انه ما يكون مهمل بالدواء اللي عم ياخده بعد العملية مثلا ممكن، او يكون صادق بكل شيء؟ اكيد. هلا اذا بدنا نروح بقى على اطار المسؤولية، خلينا نقول على اطار المسؤولية، ان كانت مسؤولية جزائية بتصور ممكن يعني بعد خلينا نتحدث عنها، ان كانت مسؤولية جزائية او كانت مسؤولية مدنية. من القواعد الثابتة أنه المدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، على يعني كقاعدة، بمعنى أنه المدعي بيقدم الدليل والمدعي عليه بيدافع عن نفسه بهالإطار هذا. فالطبيب في إطار هالمسؤولية هي ممكن يدافع عن نفسه ويقول أنه هذا الضرر اللي وقع ليس نتيجة خطأ مني وإنما نتيجة خطأ من المريض. في القانون هذا الخطأ بنسميه بالسبب الأجنبي،
سبب الأجنبي هو اللي بيقطع علاقة السببية بين الخطأ وبين النتيجة. حتى لو الطبيب أخطأ، إذا كان الخطأ مو هو اللي أدى إلى النتيجة، وإنما إهمال المريض هو الذي أدى إلى النتيجة، واستطاع الطبيب أن يثبت هذا الأمر، لا يسأل الطبيب عنه. يعني هناك واجبات على أكيد في واجبات على المريض وفي واجبات على الطبيب. بالنسبة للإهمال والمضاعفات، إذا رجعنا دكتور، في فرق بيناتهم باتجاه الملاحقات القانونية؟ المضاعفة ما في ملاحقة. مضاعفة هي النتيجة الطبيعية ترتبت على العمل، فإذا ثبت بأنه هذا الأثر، هذا الضرر اللي صار هو نتيجة، هو مضاعفة للعمل الطبي، لا مسؤولية على الطبيب. أما هو نتيجة لأهمال، هناك مسؤولية على الطبيب. طيب دكتور، كيف بيتم تحديد الضرر بالنسبة للمجال القانوني؟ بالمجال القانوني كيف بيتم تحديد الضرر؟ هلا الضرر اللي خلينا نقول انه الضرر ممكن تاخذني على مجال بسميه انا مسؤوليه مدنيه، بيطلب بالتعويض عن هذا الضرر. يعني قصدي دكتور، شلون بده يخول مثلا، مين بيكون مخول لحتى يتم انه تحديد هذا الضرر؟ هل هو من الطبيب او هو من الالات او هو من الفريق، احد الفرق الثانيه، مين بيحدد هذا الشيء؟ هلا المدعي، المريض خلينا نقول، نعم. المريض يدعي انه اصابه ضرر، تمام، فهو اللي بده يثبت هذا الضرر من شو أصابه. تمام، لذلك قلت قبل شوي إنه هذا الأمر هو عمل فني طبعاً، وبالتالي يحتاج إلى خبرة فنية لحتى تحدد إنه مثل هذا الضرر هو نتيجة هالعمل ولا نتيجة خطأ، نتيجة إهمال ولا لا. ومثل ما ذكرت دكتور سابقا أنه بيتوجه للقضاء، والقضاء هو اللي بيوجه هذا الموضوع طبعاً لدكاترة لحتى يقدروا يحددوا بشكل خبرة فنية، والخبرة الفنية هي اللي بتقرر. وطبعا من حق أي من الطرفين في هذا الإطار، مثلا إذا توصلت الخبرة الطبية بأنه لا، ما في إهمال من الطبيب، من حق المريض أن يطعن يعود. في هذه الخبرة، مثلا لنفترض أنه الخبرة أجراها طبيب واحد، من حق المريض أمام القضاء أن يطعن فيها ويطلب خبرة ثلاثية. تمام، إذا كانت الخبرة الأولية خبرة ثلاثية، من حق الطرف اللي تضرر من الخبرة سواء كان المريض أو الطبيب أن يطلب إعادة الخبرة وإجراء خبرة خماسية على هالأمر هذا لحتى. طيب دكتور، ما هي أبرز أنواع الأخطاء الطبية اللي يحاسب عليها القانون؟ هلأ خلينا نقول، إذا بدنا نحكي بمسؤولية جزائية، الأخطاء الطبية يجب أن تكون محددة على سبيل الحصر. مثال قبل قليل قلت أنه إذا عمل جراحي بدون إجراء تحاليل فهذا خطأ يستوجب المسؤولية، إذا هذا العمل أدى إلى إلحاق ضرر، يسأل الطبيب عن هذا الضرر جزائيا، ويسأل مدنيا أيضا، ويسأل مسلكيا. كل جهة إلى كل مسؤولية إلى جهة بتفرض الجزاء المترتب عليها بهالحالة. هاي أعطاء دواء بجرعات أكثر لا تتناسب مع وضع المريض كمان ممكن يشكل خطأ. طب إجراء عمل جراحي بشكل خاطئ، مثلا عملية قيصرية، فتح البطن بشكل خاطئ، كبير جدا أو بشكل خاطئ، كمان يعني الطب تطور كتير، تمام، فهلا صار فكمان هذا ممكن يشكل خطأ في هذا الإطار. وبالنهاية يمكن بالمجمل أنه مهنية أو مهارة الطبيب هي التي تحدد مثلا إذا كان في أخطاء، احتمال وجود الأخطاء. لا، مهارة الطبيب، يمكن هلا سألت سؤال ما كتير دققنا عليه، ما بعرف إذا بدك ترجع عليه أو لا، اللي هو الرجل العادي أو الرجل المعتاد. لسه ما وصلنا له. لا، مهارة الطبيب ما كتير، يعني بإطار المسؤولية المعيار ليس معيار ذاتي، وإنما هو معيار موضوعي، بمعنى أنه لا نقيس العمل على السلوك الشخص الذي قام به حتى نعرف أنه أهمل أو لا، وإنما نقيسه على سلوك رجل آخر. هلا نحكي فيه أكثر، المعيار موضوعي كما قلت. طيب دكتور، مين هي الجهة المسؤولة أو المخولة للتسجيل وترخيص أصحاب المهن الطبية؟ الجهة المخولة بموجب قانون مزاولة المهن الطبية المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 والتعديلات، وهي وزارة الصحة.
وزارة الصحة هي اللي بترخص، تعطي تراخيص. شو الآلية بتكون؟ نعم. بيقدم الطبيب لترخيص و... لا طب أكيد هو في إجراء، ما هو أول شيء يكون حاصل على شهادة الطب ويقدم طلب بالتسجيل، وفي اختصاص وفي إجراءات، في شروط معينة، في شروط معينة. هي قانون زوالة المهن الطبية نص على هذه الشروط، في في ترخيص مؤقت مثلا، طبيب خلص الإجازة صار طبيب عام مسموح له أن يفتح عيادة ويزاول المهنة. تمام، ويزاول المهنة، ولكن حب يكمل اختصاص يعني بعد الإجازة بأحد الاختصاصات الدقيقة، فممكن أن يحصل على ترخيص مؤقت يمارس المهنة حتى يخلص الاختصاص ويحصل على ترخيص دائم. دكتور، يعني بالآونة الأخيرة انتشر يعني عمليات التجميل ومراكز عمليات التجميل، صار اللي بيعمل عمليات تجميل ضمن اختصاص ودكاترة، وفي منهم حتى ما عندهم هالخبرة أو ما عندهم هالرخصة بمزاولة المهنة، هل يندرج أيضا التسجيل بهكذا مراكز مثلا نفس لوزارة الصحة تابعة الموضوع؟ مؤخرا صدرت قرارات عن وزارة الصحة ضمنت أنه أي عملية تجميل لازم يكون الطبيب اللي يقوم فيه طبيب مختص، وبالتالي لا يجوز لأي شخص ليس لديه اختصاص أن يقوم بهذه. هلأ إذا طبيب قام بعمل، هذا كمان خطأ طبي، إذا قام بعمل لا يدخل ضمن اختصاصه فهو يرتكب خطأ. طبيب مو حاصل على اختصاص تجميل يقوم بعمليات تجميل فهو يرتكب خطأ طبي وبالتالي يكون مسؤول عنه. في الواقع عمليات التجميل خلينا نقول هي بحد ذاتها تحتاج إلى يعني توسع أكثر بهذا الإطار. يعني باختصار عندنا نوعين من عمليات التجميل، في تجميل للتحسين وفي تجميل للترميم، والنوعين شروطهم تختلف والمسؤولية تختلف مثلا التجميل للترميم صار حادث تشوه المضرور، تمام، فبدنا نقوم بعمليات تجميل لحتى نخفف من هالتشويه اللي صار بوشه خلينا نقول. فهون التزام الطبيب اللي بيقوم بهذا العمل هو التزام ببذل عناية، بمعنى انه اذا ما رجع وشه مثل ما كان بالاول ما هو مسؤول، لانه هو مو مطلوب منه يرجع، مو المانو تجميل، هو يعني هو ترميم، يعني يرمم، عم يرمم جرح. اما شخص ما في شيء مو عاجبه انفه وراح لعند الطبيب فرجع صورة قال له أنا بعمل إنفك بهالشكل هذا، تمام، فهون صار هذا الطبيب عليه التزام بنتيجة، لازم يطلع هالإنف مثل الصورة اللي فرجاه، وإلا هو مسؤول إذا ما طلع، إذا صار في اختلاف عن النتيجة اللي هي، هو مسؤول هو عن هذا، لأنه هذا للتجميل للتحسين وليس للترميم. هذا شخص مطالب أنه هذا نفس تمام النتيجة تمام. هذا الشخص مو مريض وإنما هو حابب يحسن بيشيل التجاعيد، تمام، راح عمل انتفخ وشه، هو مسؤول عن هالشيء هذا. دكتور اسمح لي نتحدث أكثر عن الأخطاء الطبية في لقاء أجرته الزميلة رغد محمود مع الدكتور بشار كيناني رئيس دائرة تصنيف المنشآت الصحية، لنتابع. لأن سلامة الجميع أمانة بين أيدينا وأمانة مشتركة، يسرنا أن نستضيف في هذا الأسبوع من برنامج المنبر القانوني الدكتور بشار كيناني رئيس دائرة تصنيف المنشآت الصحية. يسعد أوقاتك دكتور. دكتور، بالبداية ممكن نعرف ما المقصود بالأخطاء الطبية؟ الأخطاء الطبية هو بالمفهوم العالمي لها بعض الاختلاطات الطبية. أخطاء الطبية تندرج بعدة أقسام، في ممكن خطأ وارد نتيجة الممارسات الغير مدروسة والغير متبعة لبروتوكول علاجي معين، ممكن وقت ما بيصير في اتباع للبروتوكول للعمل الجراحي أو أي وصفة طبية ما تقيدوا فيها، هون ممكن يحدث أخطاء مع بعض المرضى. دكتور، ممكن نعرف شو هي أبرز أنواع الأخطاء الطبية؟ هلا ابرز انواع الاخطاء اللي عاده عالميا بنحكي، يعني هي مثلا وقت بيتم اجراء عمل جراحي مكان اخر، هذا يعتبر خطا. في
عدة أنواع للأخطاء، في أخطاء جسيمة، في أخطاء اختلاط طبي، في أخطاء بوصف أدوية، أخطاء بإجراء شيء محل شيء ثاني. تماما. تنقسم لعدة محاور وكل شيء له طريقة لتجاوزه. تماما. دكتور هلا بهيك حالة مين المسؤول عن هاي الأخطاء؟ هل مقدم الخدمة هو دائما المسؤول عن الأخطاء اللي عم بتصير بشكل مجزأ؟ هلا اذا بدنا نحكي بشكل عالمي يعني العمل الطبي عاده هو فريق تماما غير محصور بشخص واحد فقط، يعني في قائد للفريق هو عاده بيكون يلي عم يقوم بالعمل الاجراء الطبي، بس كل الاعمال الطبيه بشكل عام هي عمل فريق متكامل. تماما. يعني يبدا من العامل يلي ممكن يجهز غرفة العمليات للممرض لرئيس التمريض بالعمليات للطبيب لمدير المشفى، كله فريق واحد يعاقب بشكل كامل الفريق في حال حدوث خطأ ولا يحدد الطبيب المسؤول؟ في حال حدوث أي خطأ ممكن يتجزأ حسب كل واحد شو مسؤوليته ومساحة العمل. تماما. يعني إن كان تخديري يعاقب طبيب التخدير؟ يتوزع يعني بتتوزع نسب بقى حسب وين في خطأ. تمام. طبعا في إجراءات بيتم معالجتها أحيانا من قبل الوزارة، في شيء من قبل النقابة، في شيء من قبل القضاء حسب تمام. طبيعة الخطأ. ممكن نعرف ما هي أسباب الأخطاء الطبية؟ هي أهم أسباب الأخطاء حاليا نحن بسوريا إذا بدنا يعني مثل ما يقول نسبنا بالنسبة للدول الثانية يعني متدني جدا الأخطاء، لأن عم نتابع وزارة الصحة بشكل دائم مستمر. تماما. عادة بنقوم بدورات بجولات دورية على المشافي على بجميع المحافظات، في كل محافظة في دائرة معنية تتابع بشكل دوري لكل المشافي، وقت عم نتداخل نحن قبل حدوث الخطأ، وهذا الشيء اللي عم يقلل نسبة الأخطاء الطبية. بس في بعض الأحيان يتم إجراء أعمال وخط معظم الأخطاء تحدث وقت بيكون العمل إسعافي، هذا لا يعتبر خطأ يعني يعتبر اختلاط، يعني أحيانا بدك تتداخلي بشكل إسعافي لتنقذي الحياة، هون ممكن يصير خطأ. حياة المريض أهم من أي شيء ثاني. عادة وقت بيصير في عدم اتباع بروتوكولات العلاجية بالشكل العلمي بالشكل المضبوط احيانا بيتسبب ببعض الامور البسيطه ممكن تجاوزها وعلاجها. هلا بالاخطاء الجسيمه وقت مثلا بيتم هذا كمان طبعا مثل ما بقول هذا عالمي، ممكن يتم اجراء شق جراحي محل شق جراحي، هذا خطا جسيم يعتبر. تماما. هذا وجدت بعض المعايير العالميه وحاليا نحن بسوريا كمان عم نمشي بالتطبيق تبعه، إن شاء الله بالفترة الجاية رح يتم تطبيق معايير بحيث أنا تتحدد يتراقب العمل الجراحي من إيه للنهاية بحيث نمشي بسلسلة إجراءات في بروتوكول معين، وضعت عدة بروتوكولات هلأ حاليا وستوزع لجميع المشافي بحيث أنه يتم العمل وفق معطيات علمية ومدروسة، وتم تشكيل لجان ووضعت هاي البروتوكولات الأساسية يلي معظم الاختلاطات، مشان ما أقول أنا خطأ طبي، اختلاط طبي ممكن يصير نحن نتجاوزها. تمام. ونسبتنا نحن الحمد لله لحد الآن إذا بدنا نقارن بباقي الدول نحن من دول متقدمة، وحضراتكم تعرفوا تماما الطبيب السوري مطلوب بكل دول العالم لمهارته ولخبرته، لذلك نحن في بعض خاصة تعرضت الظروف اللي تعرضت سوريا بفترة الحرب، يعني في كتير بعض التجهيزات ما عم توصلنا ويمنع وصولها، إنه في بعض الأدوية كذلك الأمر كمان يمنع وصولها لنا بنتيجة العقوبات المفروضة قسريا على سوريا وعلى بلدنا الحبيب. هذا احيانا نحن عم نتجاوزه ببعض الاستعانه بالدول الصديقه وعمل يعني بحيث ما تنقص الخدمه بالمشافي تبع. دكتور في حال حدوث خطا طبي كيف يتم معالجه هذا الامر؟ تتم معالجه الاخطاء الطبيه عبر الشكاوى، وقت بيوردنا اي شكوى
أو عبر الزيارات الدورية وقت منراقب نحن المشافي ونطلع على أضابير المرضى ونشوف سير الإجراء العمل الطبي كيف عم يتم. وقت تجينا شكوى عادة يا عم بتقدم الشكوى إلى عبر مديريات الصحة الموزعة على مستوى سوريا أو بتتم عبر النقابة أو باللجوء إلى القضاء حسب بقى الشاكي إلى أين يتوجه. في حال توجه إلنا نحن في حال حدوث أي شكوى نتحقق بالشكوى نستدعي المشفى أو نعمل زيارة ميدانية للمشفى نطلع على أخبار المريض بكافة تفاصيله شو الموجود شو الإجراء اللي انعمل بحيث إنه نحن نتابع الإجراء العمل هل تم وفق الأسس العلمية المتبعة. في حال سبب أي شيء نحن منحيلها للجنة مختصة من ذات الشكوى اللي اجتنا. يعني إذا الشكوى مثلا بعمل جراحي معين منجيب الأخصائيين بهذا العمل الجراحي ومنستدعيهم بتشكل لجنة ثلاثية بتحقق بالموضوع وبتتبين شو الإجراءات اللي اتبعت. في حال وجود أي شيء يتم توجيه العقوبات وفق القوانين والأنظمة المرعية فيه وبيتم معالجته. في ومعظم الشكاوى اللي توردنا دائما يكون النتيجة يعني احيانا لان كل واحد تعرفوا المشتكي بيعتبر كل الحق معه تماما والمشتكى عليه كمان بيعتبر كل الحق معه صح. معظم الشكاوى اللي حققنا فيها يكون بكل طرف في له جانب من الحق يعني مو الحق دائما على جهة واحدة تماما بكل تأكيد. دكتور مثل ما بنعرف سؤال انه في مشافي تابعه لوزاره التعليم العالي وبالمقابل في مشافي تابعه لوزاره الصحه. في حال حدوث خطا في مشافي تابعه لوزاره التعليم العالي يتم تقديم الشكوى لوزاره الصحه ولا لوزاره التعليم العالي؟ لا وزاره التعليم العالي كمان مثل نفس الاسس اللي موجوده عندنا موجوده بوزاره التعليم العالي وعندهم دائره معنيه بالمشافي تمام كمان تقدم الى مشافي وزاره التعليم العالي تماما. بس مشان نكون نحن منصفين يعني في كمان يتوجه للنقابة تمام نقابة الأطباء نقابة الأطباء في إذا كان الشق طبي بيستدعو الطبيب ويسأل الطبيب ويتحقق بالموضوع تمام. ممكن إذا بقى في عقوبات تتطلب تدخل وزارة الصحة نحن نتدخل كوزارة الصحة تمام. يتم تعويض المريض دكتور بعد تقديم شكوى حسب بقى نتيجة الشكوى. إذا في حال ضمن الأطر القانونية في ممكن يسترد بعض المبالغ إذا كان أخذين سعر زائد منه المشفى. أما في حال تعرض إلى ضرر جسد هذا يلجأ إلى القضاء. بالقضاء تشكل لجنة ثلاثية. نتيجة اللجنة الثلاثية القضاء بيحكم بياخذ مجراها القانوني مجراها القانوني وممكن من أول مرة مثلا الثلاثية يمكن يعترض تحول للجنة خماسية كمان يعني بالنهاية التعويض يعود إلى القضاء. التعويض المادي في حال حدوث أي ضرر أو جسدي في حال ضرر جسدي. جسد. دكتور عنا خطأ طبي وعنا مضاعفات وعنا أهمال ممكن نعرف الفرق بين هيدول الثلاثة؟ هلأ كل واحد له طريقة بالعلاج. يعني أنا بالخطأ الطبي مثل ما أتكون أنا أول شيء خطأ الطبي وقت بعمل إجراء ما لازم أعمله ماني ماشي على بروتوكول هذا يعتبر خطأ طبي. وقت بعمل إهمال طبي يعني أنا ماشي بالإجراءات بس ما تم متابعتها بشكل تقصير فينا نعتبر تقصير سواء من الكادر ما رح أقول من الطبيب تمام. يعني تعرفوا أنتم الطبيب ممكن يعمل عمل جراحي في ميني يتابع في التمريض طبعا. في إدارة المشفى في عدة قضايا تتسلسل بحسب كل واحد شو شغله. في ممكن مثلا الشق وهذا بعتبرنا من خلال معالجتنا للشكاوى 50% من الشكاوى عدم التزام المريض بتعليمات الطبيب. يعني هاي بتؤدي هاد لأحيانا كمان مضاعفات جسيمة ممكن جسيمة. ومعظم يعني الشكاوى اللي عالجناها يكون ما في التزام باللي وصفه الطبيب سواء دوائي سواء متابعة في عدة قضايا هذا بيؤدي أحيانا لمضاعفات
للعمل الجراحي الذي يجري. تماما دكتور. في حال حصول اي خطا طبي، يمكن ما يكون خطا طبي بس المريض يعتقد انه خطا طبي، شو ممكن نعمل بهذا الشق يعني؟ بالضبط، نحن هذا الموضوع وقت بيتحقق بالشكوى مثل ما قلت لك عبر اللجنه نستعرض كل اضطرابات المريض تماما والاجراءات اللي اتخذت، ونسال المريض وبنسال الطبيب، وعلى اساسه يتم تقييم الحاله. ومثل ما حكيت سابقا نحن انا اللي بشجع ثقافه الشكوى، لان نحن مثل ما بيقولوا احيانا ما ناخذ دائما الشكوى بالناحيه السلبيه. تمام. نحن بننظر الى كوزاره الصحه هي عباره عن تقويم لعملنا، يعني وقت بيجيني دائما شكوى او نقد معين انا ممكن اتدخل واعمل اجراءات واعمل تعاميم واصدر قرارات تصحح هل المسار اللي ماشيين فيه، سواء لان نحن دائما بتعرفوا في عمل الطبي دائما في تطور. تماما. هذا بيتطلب نحن دائما نتدخل ونصحح بعض الاجراءات. ومن الشغلات اللي ممكن نصحح فيها ونعتمد عليها هي طريقه الشكوى. وقت بتكون طريقه عم ينقد بشكل بناء، نحن كوزارة دائما احيانا بناخذ اجراءات، وعم تشتغل الوزارة الحياة بكافة كوادرها رغم تعرفوا الوضع يعني المتعرضه الى سوريا، عم نتدخل ونعمل التعاميم ونعمل ونصحح الاجراءات، وعم نركز حاليا على جودة الخدمة الطبية. يعني صرنا حوالي 5 سنوات هلا متجهين بتعزيز جودة الخدمة الطبية بالمنشآت الصحية. تماما. دكتور ممكن نعرف شو هي الإجراءات التي يجب أن تتخذها الأنظمة الصحية لتخفيض معدل الأخطاء الطبية؟ الحقيقة نحن بلشنا بهذا الموضوع من تقريبا منذ حوالي 5 سنوات مثل ما قلت لي، حطينا شيء اسمه معايير تصنيف المنشآت الصحية، وهلأ هو بمراحله الأخيرة. وهي المعايير هي درست بحيث وجدت عالميا، يعني اخذناها نحن استعنا بالمعايير العالميه، معايير اعتماديه المشافي العالميه، واخذ جزء منها بما ينسجم مع واقعنا بمشافينا. وهي المعايير وجدت عالميا هي لتلافي الاخطاء الطبيه الممكن تحدث، او يكون في جوده بالعمل الطبي بشكل افضل. تم وضع معايير، وحاليا ستصنف المشافي بناء على هذه المعايير، وهي حاليا بالمراحل الاخيره تبعها وستصدر قريبا ان شاء الله. ان شاء الله. وبنكون نحن تجاوزنا كل هذا. هذا شق. شق ثاني، عم تصدر الوزاره باستمرار تعاميم وتعليمات وانظمه لتصحح بعض المسارات بحيث تتوافق مع المعايير العالميه. الشق الثالث اللي نحن عم نشتغل فيه، كمان عم نشتغل على بروتوكولات هلا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وضعنا حوالي شي 6 بروتوكولات جديدة، هي التخدير، بروتوكول للتخدير، بروتوكول للملف الطبي، بروتوكول للحروق، بروتوكول للإسعاف، بروتوكول لتحضير المريض للعمل الجراحي، ونظام تشغيلي لضبط العدوى. الحقيقة هدول يعني ممكن بدهم حلقة لحالهم لحتى نتوسع فيهم. نتوسع فيهم لأن شيء متقدم جدا، ومو بس هذا، يعني منظمة الصحة العالمية من فترة كنا باجتماع أثنت على الجهود، وأنه نحن من الدول النوعية اللي رغم الحصار، رغم الظروف اللي محيطة فينا، رغم الضغوطات، نحن من الدول المتقدمة عالميا بهالمجالات هي، بوضع هالاسس اللي عم نشتغل عليها. الدكتور التصنيف رح يشمل المشافي فقط التابعه لوزاره الصحه حكوميا ولا كمان المشافي الخاصه؟ لا، وضع لجميع المشافي، للمشافي الخاصه والمشافي الحكوميه. شكرا. لجميع المشافي بما فيها وزاره التعليم العالي رح يوزع على الجميع. والحقيقه هي مثل ما بيقول ما انا بقصد، هي بقصد رفع سويه جوده العمل الطبي. بحيث نحن مو بس نشتغل فقط على الأخطاء، أنا أتوقع الحدوث قبل حدوثه وبتداخل فيه. تماما. هاي المعايير بتنظم هذا الموضوع.
تمام. بالختام بدنا نشكرك دكتور بشار كناني رئيس دائرة تصنيف المنشآت الصحية، يعطيك ألف عافية. شرفت. طبعا كل الشكر للدكتور بشار كناني رئيس دائرة تصنيف المنشآت الصحية. دكتور، هل هناك جهة قضائية أو قانونية محددة لتقديم الشكاوى؟ على حسب نوع الشكوى. إذا كان الشكوى شكوى، يعني إذا كان الفعل هو جرم، الشكوى عادة تقدم إلى النيابة العامة، وبالتالي النيابة العامة تحقق في الموضوع في هذا الإطار. ممكن تكون الشكوى، خلينا نقول، خلاف على الجانب المادي، فهون حصرا وفق قانون تنظيم النقابي للأطباء البشريين لعام 2012 لازم الشكوى تقدم بداية إلى النقابة لحتى تحقق في الموضوع. قد تستطيع أن تحل هذا الموضوع بين الطبيب والمريض من دون أن يصل إلى القضاء. إذا ما استطاعت النقابة حل هذا الموضوع يمكن لي المريض أن يلجأ إلى القضاء. طيب دكتور، في فرق بين تقديم شكوى بالنسبة لفرديا مثلا ضد طبيب على طبيب معين أو حتى على مشفى عام أو خاص؟ على حسب نوع المسؤولية، شو هي المسؤولية، شو هي الشكوى اللي بدنا نقدمها. إذا كان المسؤولية هي جزائية فالشكوى تقدم بشكل أساسي ضد الطبيب اللي ارتكب خلينا نقول الخطأ، فلأنه المسؤولية الجزائية كما نعرف في القانون هي مسؤولية شخصية، هي مسؤولية شخص يسأل عن أفعاله، لا يمكن أن يسأل شخص آخر عن أفعاله. يعني أنا ما فيني أتقدم بشكوى ضد مشفى معين أو مثلا حدثت فيه أخطاء طبية، لازم على الفرد، على الطبيب. على الطبيب. طيب إذا كان الموضوع سببه إهمال بشكل عام، إهمال مشفى مثلا، يقدم على إدارة المشفى الشكوى ولا كيف؟ الطبيب هو الذي يقوم بالعمل. هذا العمل إذا كان أدى إلى جرم جزائي، جرم جزائي، فالطبيب هو المسؤول عن هذا الجرم. هلا أدى إلى إلحاق ضرر بده تعويض، صار في مسؤولية مدنية. هون بقى بدنا نشوف هل هذا الطبيب يعمل في المشفى؟ هل هو يعمل؟ إذا كان يعمل في المشفى، المشفى مسؤولة، صار المشفى هون المتبوع. فممكن أنا أرفع دعوة على المشفى وطالب المشفى بالطاوي، أنا رايح على المشفى أعمل عمل جراحي، ماني متفق مع طبيب معين، المشفى هي اللي جابت الطبيب، رشحت الطبيب، هي اللي جابت في عندها طبيب، عندها هي، أيوه. وبالتالي المشفى هي بتكون مسؤولة بهالحالة هي مدنيا عن التعويض. طيب دكتور، ما هي العقوبات القانونية لأطباء ارتكبوا تشخيصات طبية خاطئة؟ هلا العقوبات، يعني غالب الأحيان الخطأ الجزائي بهالإطار هذا يكون في إطار الجنحة، وعقوبة الجنحة في الواقع تتراوح بين الغرامة وبين الحبس. حبس بين الغرامة وبين الحبس، أشدها يمكن الحبس. الحبس. دكتور، شو هي الإجراءات القانونية اللي بيتبعها من حصل معه خطأ طبي؟ يمكن عم نحكي عن دكتور هون. الدكتور؟ أيوة. ما فهمت السؤال. الإجراءات القانونية اللي بيتبعها من حصل معه خطأ طبي، شو الإجراءات القانونية اللي كيف بده يدافع عن نفسه؟ ممكن يكون حسب الجهة، يعني أنا المقدمة. حسب المضرور اللي تضرر من الفعل لوين راح. تمام. هلا قلت قبل شوي وزن المضرور. أيوة. إحنا إذا حكينا إحنا عم نحكي عن المضرور، عن المضرور. المضرور إذا في جرم بيقدم شكوى للنيابة، بياخذ صفة المدعي الشخصي، النيابة بتحرك الدعوة على الطبيب وبتحاكم الطبيب بهالحالة هاي. غالب الأحيان جرم حسب لازم يكون معه أدلة طبعاً. يا بيكون هل الأدلة غالب الأحيان هي خبرة طبية. تمام. يا حسب أهمية الجرم، يا بيكون محكمة الصلح الجزاء هي المسؤولة أو محكمة بداية الجزاء هي المسؤولة. هذا إذا كان الخطأ هو خطأ جزائي. إذا ما كان الخطأ جزائي، هو خطأ مدني في تعويض أو في خلاف على الجانب المادي، كما قلت قبل قليل قانون تنظيم النقابة بيشترط أنه لا يمكن اللجوء إلى القضاء إلا بعد رفع شكوى للنقابة،
والنقابة تحاول تحل هذا الشكوى وديا بين الطبيب وبين المريض، وصلت لحل انتهى الموضوع، ما توصلت لحل ف بتعمل قرار، تاخذ قرار، وممكن بعد ذلك المضرور يلجأ إلى القضاء ويطالب بالتعويض أمام القضاء. دكتور، بشكل عام بيلجأ الأطباء لجذب المرضى، طبعا بيضعوا لافتات مثلا، ممكن ألقاب علمية على لافتات خريج الدولة الفلانية أو حتى خريج الجامعة الفلانية. هل هناك قانون أو يعاقب، هل هناك عقوبة على هذه إذا كانت أقل أخطاء عقوبة موجودة أو عن خطأ؟ أقلها عقوبة، هلا يعني إذا وصلت إلى حد الاحتيال ممكن يشكل جرم، بس أغلب الأحيان هون بيكون في إطار المسؤولية المسلكية. النظام اللي حكينا عنه هلا قبل شوي، نظام واجبات الطبيب وأداب المهنة، بيمنع الطبيب من هكذا إجراءات. إضافة إلى ذلك، وللأسف يعني يمكن 90% من الأطباء مو متقيدين بهالإطار هذا، إذا بنرجع لنظام واجبات الطبيب وأداب مهنة الطب، بنلاقي حتى الأرمن اللي بده يعلن فيها الطبيب عن نفسه مواصفاتها محددة، يعني ما لازم تكون مضوية وما لازم تكون كبيرة بهالدرجة هي. للأسف بهذا الجانب، حتى هذا الجانب، حتى القواعد اللي وضعتها النقابة، ما كثير من الأطباء غير متقيدين بهالقواعد. دكتور، بالنسبة للبند الموجود بما يسمى الخطأ الرجل العادي، خطأ الرجل العادي، هل هو يعني ترك مجال للدكاترة أنه يتمادوا بهي الأخطاء الطبية؟ لا أبدا، يعني مصطلحة أنه يتمادوا، لا تتصور أنه الطبيب، هلأ نحن سميناه خطأ، شوف الخطأ يعني إهمال، يعني ما في نية، وبالتالي ما بنتصور يكون في تمادي بهالإطار. يعني ممكن يكون إهمال، هو إهمال، هو قولا واحدا إهمال. هلا هذا المعيار اللي حكينا عنه، معيار الرجل المعتاد أو الرجل العادي، هو معيار موضوعي. هلا أنا قلت قبل شوي إنه الخطأ الطبي هو مخالفة قواعد وأصول المهنة. طيب كيف بدي أعرف هذا الطبيب، أو هالأصول شو هي، وكيف بدي أعرف هذا الطبيب خالف ولا لا؟ طبعا هذا المعيار هو معيار عام، ليس فقط على الطبيب، على أي بمجال المسؤولية المدنية، هذا المعيار يطبق على كل الأشخاص، إن كان طبيب، إن كان محامي، إن كان مهندس، إن كان شخص عادي، اللي هو معيار الرجل المعتاد، أو الرومان بزماناتهم كانوا يسموه معيار رب الأسرة الصالح. شو هو هذا؟ هذا رجل افتراضي، رجل افتراضي من أواسط الناس، باخده أنا معيار لألي من الوسط، لا هو حريص شديد الحرص ولا هو مستهتر، وإنما درجة الحرص عنده متوسطة. تمام، فبدي إجي على هذا الطبيب اللي أنا عم أقول إنه هو أهمل، منيح، بدي قيس سلوكه على سلوك هذا الرجل، وليس على سلوكه هو، ماذا كان يفعل في المرات الماضية، في المرات السابقة. حتى لو كان هذا الطبيب هو من يعني الأشخاص الحريصين جدا، إذا في هذا الأمر اللي بننسبه له أنه أنت ارتكبت إهمال، كان حرصه أقل من الحرص اللي كان يبذله بالمرات الماضية، ولكن ما نزل على معيار الرجل المعتاد، بيبقى هو غير مسؤول عن هالأمر هذا، لأنه المعيار بالنسبة لي هو معيار وسط، هو الرجل المعتاد اللي هو شخص افتراضي أنا بفترضه. قولوا الرجل المعتاد لو كان هيك ما كان تصرف بهالطريقة هاي، كان عمل هالإطار هذا. هلأ بتلاقي أنت مثلا بالحياة العملية بتروح لعند الطبيب لحتى يبعد احتمال معين نسبته 1%، 1% إنه يكون عندك هالمرض هاد، ممكن يطلب منك تحاليل. تمام؟ رحت لعند طبيب تاني ما طلب منك هالتحليل، ما أخطأ هذا الطبيب، لأنه الطبيب المعتاد ما دغري بيطلب هالتحليل هاد بالتدرج، لأنه الأمر مكلف. تمام؟ لا، هذا الطبيب معروف عنه إنه حريص جدا، من أول شيء بده يبعد كل الأمور، وبالتالي بده يحصر هذا الأمر بمجال أو بالشبهة اللي هو عم يشبه
يشتبه فيها بهالمرض هذا. دكتور اكيد موضوع متشعب ومشيق ويعني وبدكان اكثر من هيك وقت، نحن وصلنا لختام حلقه. بدي اشكرك الدكتور فواز الصالح الاستاذ في قسم القانون الخاص في كليه الحقوق بجامعه دمشق، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. والشكر موصول للدكتور بشار كيناني رئيس دائرة تصنيف المنشآت الصحية، وأيضا شكر موصول للأطباء الذين نزلوا على أرض الواقع ليساعدوا في هذه الأزمة، طبعا إن كانوا ملتحقين بفرق طوارئ أو لا. الحس الإنساني والأخلاقي لا يزال موجودا في نفوس الكثير من الأطباء، فهم حريصون على مد يد العون في الأزمات وتقديم الخدمة المجانية الجيدة للناس، وهذا ما يعيد الأمل لنا جميعا في بناء الوطن اليوم وغدا وفي كل وقت. موعدنا يتجدد معكم إن شاء الله الأسبوع القادم بنفس التوقيت وبموضوع جديد. إلى اللقاء.